السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بوصفه ما كاش ما اسهل منها، بصح بنينه بزاف وترافق جميع انواع المشويات، لحم، دجاج، سمك، ولا حتى تاكليه غير وحده يجيكم بزاف بنين وهايل، وهو البرغل التركي كيما تاع لي ريستورون تورك. يحتاج البرغل التركي مقادير بسيطه، حبة طوماطيش، حبة بصل، شوية فلفل. وانتي درتيه في الاول كامل تجيبي البرغل تاعك، بصح كي تروحي تشري ما تشريش هذاك البرغل الرقيق ولا البرغل المتوسط، تشري البرغل اللي يجي على حبة كومبلي كيما راكي تشوفي هنايا في الصورة، حبة كومبلي برك مقشرة. هذاك البرغل نشمخوه وحوالي 15 دقيقة الى 20 دقيقة في الماء، ما عادي بارد. ومن بعد كي تشوفيه تنفخ تصفيه ذاك الماء وتخليه على جهة وتروحي توجدي له لاصوص ديالو. وصفة سهلة وسريعة توالم زمان الصيف والناس اللي ما عندهاش الوقت، كي يكون الحال شباب الواحد ما يروحش يضيع الوقت في الطياب والسخانة، يدير هاد الوصفة ويروح للبحر ولا يروح يحوس ولا يروح يدير بيكنيك، ولا تو سامبلومون للمرأة العاملة تجي 5 ميم با 10 مينوت وهي وجدت العشاء ولا الفطور. المقادير تاع البرغل كما قلت لكم جد بسيطه، نحتاجو حبه طوماطيش، مغرفه تاع طوماطيش كونسونطري، حبه بصل، شويه فلفل خضر، شويه فلفل احمر، وفلفل كحل، ملح، فلفل احمر. وهذه هي عبارة عن صلصة تركية يعيطوا لها بينجر. هذه بينجر هي صلصة من الفلفل المشوي والباذنجان، ويخلطوا لها شوية بصل وشوية ثوم وشوية طماطم. هذه كاش نهار هذه الوصفة نديروها، هي صراحة أنا هذه مشرية، لكن بإذن الله رانا راح نديروها مع بعض. هي سهلة ومهلة وتصلح لشحال من حاجة، هي عبارة عن كما نقولوا حنايا هريسة بصح حلوة. كاين بزاف العائلات في الجزائر كي خلاص الصيف يحكموا هذاك الفلفل الأحمر ويفوروه ويديروا له شوية عقاقر وشوية ثوم وشوية زيت يتو، ويستعملوه في بزاف من الوصفات خاصة الصلصات الحمراء. هي هاد البينجر هادي يشبه لها شوية، الا درتوها ما راهيش حتروح خساره. تستعملوها في الصلصات الحمراء كيما المقارون كي نحبوا نبدلوا شويه اللذة تاعو، ولا في شطيطه بطاطا نديروها مع الحوت، نديروها بزاف حوايج تبنى لهم منا، يعني كي ديريها ما راكيش راح تندمي. الوغ كيما شفتوا هنايا بالنسبه للوصفه، هنا قطعنا حبه تاع البصل وقليناها في شويه زيت، وزدنا هذاك الفلفل الاحمر والخضر وقلينا كلش مع بعض، وطماطم المصبره نقليوهم حتى يدبالوا. من بعد نزيدوا التوابل تاعنا، فلفل احمر وفلفل كحل والملح، ونزيدوا صلصه البينجر. ومن بعد كي تقلاو كامل نزيدوا البرغل. هنا عندي شويه جلبانه، كاين اللي في الوصفه هذه يزيدوها، كاين بعض المطاعم اللي يزيدوا هاد الجلبانه في البرغل، وكاين اللي ما يزيدولهاش. انا نفضل البنه تاع البرغل هذا تاع المشاوي بالجلبانه، يعطيها بنه مخلفه. ومن بعد ما قلينا كلش نزيدو نرمو هاديك الجلبانه مع الطماطم مقطع رقيق، ونقليوهم شويه، ومن بعد نمرقو غير قسم يتغطى هذاك البرغل، ونخلوه ينشف كيما الرز، ما لازم يقعد والو الماء، يقعد غير في زيتو، ومن بعد نطفيو عليه ونخليوه يزيد يتنفخ غير في لافابور. واللي حبت تزيد دير مرق الدجاج ولا مرق اللحم تقدر تزيدو، لكن ما تنسيش تنقصي شويه ملح
من الكمية اللي درتيها في الأول. بصح صدقوني هاد الوصفة بالذات هكذا سامبل بسيطة وتجي بنينة وترافق، واحد يبدل يرافق بها المشويات تاعو في الصيف، نحو شوية لي بات لي فخيت لا بوري، كل يوم نفس الشيء اللي نديروه مع المشاوي. الوغ البرغل هو صحي من جهة وفيها نسبة كبيرة من الخضرة، تشوفي فيها الفلفل الطماطم البصل الفلفل على كل أنواعه والجلبانة، صحي لذيذ وبسيط، واش نزيدو فوق هذا الشيء؟ وجربوه انتوما بنفسكم مع المشاوي تاعكم وردوا لي الخبر. هنا كما كنت تشوفوا البرغل شرب كاع الماء ديالو تقريبا، هنا مازال غير شويه نزيدو نخلوه دقيقتين ولا ثلاثه ونطفيو عليه ونخلوه ونغطوه ونخلوه يطيب غير في البخار. من بعد ما يطيب لي انا راح نديرو في علبه حاجه تشد سخانه، باسكو راح نديه نديرو به بيكنيك، حنديرو به الشوا برا ونوريه لكم في طبق التقديم بعد حين. ان شاء الله تكون هذه الوصفه عجبتكم، ما تنساوش جيم اشتراك وتبارطاجيو مع الاصدقاء، والى اللقاء.